عاصمة مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد نقلنا اليوم للجربة. جربة أول مرة نمشيو للجربة باش نوريكم فيلا خارقة العادة اللي أحسن من الفيلا الكليكة. هو سوما دار تحفونا برشا بشهادة ملكية فردية، دونك سي رار باش نلقاو فيلا في جربة فيها تيتر انديفيدويال، دونك خاطر فما ماك تعرفوا المشكلة نتاع العقارات في الجزيرة نتاع جربة. تلقاو أغلب العقارات يعني 70% منهم عقارات غير مسجلة يعني بالحجة كهو. الدار نتاعنا اليوم موجود على كيس يهز لزون توريستيك. بون مازلت ما نعرفش البلايص برشا، اما هكا حسب ما شفت لي تينيرير وكل شيء ماهيش بعيده برشا على البحر، دونك يمكن 5-10 مينوت تبدا في البحر. وفي زون توريستيك في الدخله نتاع مديون، في الدخله نتاع ميدون. دونك فيلا تحفونا برشا خارقة العادة، لاكسي فاسيل لها ما تعبتش باش وصلت لها مالغري أول مرة نجي الجربة. دونك بلاصة تحفونا برشا، كاتي هايل، كله فيلات طالعين ما شاء الله، كل شيء يعمل 66 كيف. ديكور روعة نتاع الدار، سالون واسع، 3 شامبو سويت، لي زافونتاج الكل نلقاهم موجودين في الفيلا نتاعنا. احنا تويكا في الفساد نتاع الدار، وباش نسكن تويكا تعملوا فيها دورة من الأول حتى الآخر ونتعرفوا على العقار نتاعنا مع بعضنا. نخليكم رقم صاحب العقار تنجموا تتصلوا به في العنوان، سهل الكونتاكت، دونك تنجموا تجيو تشوفوا الفيلا أتو مومون مع صاحب العقار ديريكتومون. دونك كيما قاعدين تشوفوا كياس موجود قدام الدار ديريكتومون بالروتري، دونك الامور كل منظمه، زون مزيانه برشا. دونك نجيو من هنا شنلقاو لهنا مدخل للسياره، مدخل واسع برشا يدخل حتى زوز كراهب تنشوفوه مع بعضنا. عندنا فساد حلوه وكبيره على الكياس، هما فات بناو دو فيلا، عندنا زوز قويت بناو دو فيلا، واحده تبعت والاخرى مازال. دونك عندنا مدخل واسع من هنا ومشرح على الاخر، دونك شلقاو لهنا الانترفون هكا بالكاميرا وكل شيء. عندنا جرده واسعه قدام الدار في الجهه هذه، كيف كيف في الجهه هذه، دونك كيف كيف في الفورم تاع الكونستركسيون شلقاوها ايزولي يعني دور بالعقار الكلي كامل الجهات الكل. من هنا عندنا مدخل الدار، عندنا مدخل الدار شلقاو صالون ودنيا كليك وشبيب كبار يحلوا على جرده وحديقه ممتازه للصالون يعني ولل شامبر زاد البيوت الكليك يحلوا على المسبح والحديقه التلانيه. زيرو فيزافي مالغريم هكا ديجا لاسكين فما دو فوازان، حتى حد ما يطول على الاخر، كل شيء خارق العاد. لهنا شلقاو ان بتي كوان فيه ديبارا دوش ديكستيريور في الجهه هذيا. هذا مدخل السياره نتاعنا كيما قلت لكم، مدخل واسع يدخل حتى زوز كراهب يمكن حتى اكثر خاطر العرض نتاع واسع، تنجم تمشي واحده هكا واحده هكا. وعندنا بيسين دو بوردومون 10/4 ما شاء الله على التصميم، يعني ما كنتش نصور دار ب 540 الف دينار ولا 530 الف دينار باش نلقى فيها بيسين دو بوردومون اللي هو الكلفه نتاعو. بيسين كيما هكا يعمل 100 مليون تويكا مع اليد العامله، يمكن اقل شويه يمكن اكثر شويه انت والمقاول اللي باش يبني لك. شوفوا الديزاين نتاع الدار ما شاء الله، شوفوا الروعه، الاضاءه، الكونتور مخدوم بالاكحل، تيم ابيض واكحل، دونك كل شيء خارق العاده. بيسين كيما قلت لكم دو بوردومون واسع 10/4 وفيها بتي كوان من هنا، كوان جاردان في الشيره هذه تنجموا تعليوا فيها. من هنا عندنا جاكوزي، جاكوزي عنده ذا الموتور نتاعو يعمل لك الفقاعات وكل شيء، في جو امبيونس حلو ياسر. دونك كيما قلت لكم الفورم نتاع الفيلا نتاعنا ايزولي، دونك شنلقاو عندنا لارجومون دي سباس اكستيريور، يعني من هنا شنلقاو حديقه اخرى ديجا تنجم نتعداو منها للمدخل الرئيسي. دونك نجيو من هنا، عندنا باب الكوجينه من غادي، يعني اذا كان عندك قضيه كبار ولا حاجه باش تدخلهم تنجم تدخل للكوجينه من هنا. دونك لهنا شنلقاو الكوجينه وتعاقبنا على الصالون ديريكت. تو رجعنا للمدخل الرئيسي، نمشيو نعملو تنكيزه مع بعضنا للدار من داخل. دونك جرده واسعه اكسبلوتي، يعني تنجم تزيد دي بلونت غراس، تنجم تزيد حاجاتك اللي تروبيستي سخانه خاطر احنا رانا في الجنوب، احنا في جزيره جربه. مساحه الارض نتاع الفيلا نتاعنا 500 متر مربع،
فوق 200 ولا 210 متر مربع، هذيك التراس وكل شيء. طبعا بعد نشوفوا مع بعضنا ما شاء الله على الو ساعه اللي نلقاوها في الفيلا نتاعنا اليوم. دونك في جربه ما فماش الغاز دو فيل، مازال كي دخل الجزيره عنده يمكن عام. دونك نقول في لي فيلا الكل كاش نلقاوهم لهنا ما فيهمش شوفاج سنترال، اما باش نلقاو البلايص نتاع الشوفاج لهنا تنجم تعملوا شوفاج الكتريك اذا كان تحبوا تجيو تحبوا دافيو الدار. رغم اللي معناها ديما دافي الكليما لهنا خاطر احنا كيما قلت لكم في الجنوب. شوفوا الإضاءة مع بعضنا وشبابك مكبرها في الصالون والليفينغ نتاعنا، صالون أمريكان في كوجينة محلولة كله أوبن سبيس برشا وسع، إضاءة داخلة من اليمين ومن اليسار من لي كات كوتي، بلافون ديزاين مينيماليست، بلايص الكليماتيزاسيون الكليماتيزور هكا بري انستالي مع هذيك جوست تركب الماكينات هكا هو يبدا يخدم على روحه. من هنا عندنا كوجينة أوبن سبيس تنجم تري ديزايني كيما تحب خاطر عنا الاسباس هذايا واسع، تنجم تعمل بيت الفطور من هنا، تنجم تعمل ليفينغ غادي، تنجم تبدل وتميناجي كيما تحب. دونك عنا اطلالة حلوة كيما قاعدين نشوفوا على المسبح من هنا، شوفوا الوسع ما شاء الله نتاع المسبح شي يعمل كيف ما كنتش نتصور الدار باش يكون صومها هكا. دونك الاسوام خيالية في زربة لهنا، دونك اللي ما كذبوش اللي قالوا اكثر جزيرة اكثر بلاصة تنجم تستثمر فيها. العقارات مازالت معناها مازالت رخيصة، بون اليد العاملة دونك شرقها غالية شوية والماتيير بريمير كيما في تونس الكل، أما مازالت التراب مازالت الاسباس مازال الخير في البلاد. دونك نجيو من هنا عندنا دريسينغ لهنا في الشومبغا كل شيء كيف كيف بتنوم واسعة عندنا تحل على على الحديقة والمسبح. من هنا عندنا السادو نتاعها، دونك عندنا سادو دوش واسعة دوش ايطاليان، الأرضية الكل كرخام رخام تالا عندها فونتاج كبير رخام كتير الدار رخام يعمل برشا ايزولاسيون معناها على النداء وعلى كل شيء. فما الدروج نتاعنا شاترو سسبوندو كيما غادي تشوفوا مخدوم باللوح دونك كيف كيف مزيان برشا ديكور حلو. عندنا من هنا سالدو دوش سالدو نتاع الاكستيريور نتاع الليفينغ نتاع سالون، لا ما فيهش دوش. دونك عندنا سالدو تواليت لهنا فيه لافمون فيه كل شيء. ومن هنا عندنا بارتي كيتشينات، دونك تنجم ديزايني كيما تحب، تنجم تعمل تابل دو ترافاي لهنا وتولي بيت الفطور تحطها في بلاصه اخرى، تنجم تعمل فيها بيت الفطور وميم طون هي تابل دو ترافاي. دونك تنجم تري ديزايني كيما هاد الاسباس حلو واسع اكسبلواتي كيما تحبوا انتم. دونك نجيو من هنا طبيعي نطلع مع بعضنا للبرومي تاج وباش تلقاو عندنا دو شومبر سويت زاد حلوين على الاخر بانوراميك باللي تيراس شي يعمل كيف. شوفوا مع بعضنا ديجا لهنا في الباسيو، في الباسيو هذايا في الهول اللي نجم نتعدوا منه للي شومبر كوشيش نلقاو عندنا تيراس حلو في الشيره هذايا اطلاله باهيه. ومن هنا عندنا شامبر سويت، شامبر سويت الاولى كيف كيف هذه ممتازة ياسر على خاطر نلقاو فيها تراس ما شاء الله بر وبحر باش نمشيو نعملو فيه طلة مع بعضنا. كيف كيف البيت البيت هذه شامبر سويت نلقاو فيها دريسينغ من هنا وباش نلقاو عندنا سالدو زادا كيف كيف دوش ايطاليان كل شيء مفخم كل شيء يعمل كيف. دونك فينيسيون حلوة، التام نتاع الدار خارق العادة، يعني شنقاو تناسق ما بين الألوان الأبيض والأسود، دونك كل شيء يعمل الكيف. شوفوا لونتوراج لهنا وشوفوا الأمبيونس، نسمة حلوة حلوة. أنا توقعت شنلقى روحي في الشيلي خاطر أنا في الجنوب، دونك لكن نلقى نسمة تعمل كيف يكون حتى خير من حمامات وخير من نابل وخير من الكابون، دونك يمشيش أنا ورالية جماعتنا في الكابون. دونك شوفوا من هنا شوفوا الروعة تراس موسو كي ساني قلت لكم زون تحفونا برشا فيها فيليت طالعين مزيانة كادر حلو يعمل كيف ما شاء الله. دونك الدار الشرقية نتاعنا اللي تفتح للشيرة هذية بس احنا في جزيره يعني من كل جهه نجم نقابلوا البحر، دونك كما الناس ما تجي الحلو الناس ما الحلوه تجي من البلايص الكل. دونك خرجنا من التيراس هذايا
نرجع لبعضنا ونعمل طلع على شامبرا كوشي الاخرانيه باش نزيدو ناخذ فكره. شوفوا مع بعضنا الوساعه ما شاء الله، عنا شباك بانوراميك في الجهه هذه في اطلاله حلوه. من هنا عنا دريسينج فينيسيون حلوه، كل شيء يعمل كيف ما شاء الله. نرجع مع بعضنا باش نلقاو زيد كيف كيف سال دو دوش، دونك خدمة فينيسيون حلوة ياسر. دونك الفخامة هذه الكليكة ب 540 ألف دينار أكهو. دونك خليكم رقم صاحب العقار، تنجموا تتواصلوا معاه باش تحصلوا على أكثر معلومات. ما نعرفش أمور رسمية إذا كان انتريسي بالعرض اللي قدمناه اليوم. دونك أنا شخت على الدار، تسعة سوايع عملت في الطريق، رجعت من تونس عملت شوية دي بلاسمونات قبل ما نخرج الظن. دونك تعدى نهار نهار، جو أمبيونس حلوين لقيتهم في الدار، ارتحت. دونك هنا نصور ونعمل في فيديو، إن شاء الله عجبتكم الفيلا بتاعنا. كما قلت لكم خليكم رقم صاحب العقار، تنجموا تتصلوا به باش يعطيكم أكثر إفادة، ولا إذا كان تنجموا تحكيوا معاه في الديتاي اللي تحبوا عليهم الكل، وإذا كان تحبوا تجيوا تشوفوا. مرسي انفينيمون ونشوفكم في الفيديو الجاي.